نحن جند الله جند الوطن، هذه الكلمات عندما نصدح بها النشيد الوطني السوداني نتذكر كثيرين جدا في القوات المسلحة قدموا دماءهم رخيصة لأجل هذا الوطن. نتذكر أيضا أحمد مرجان ذلك العسكري بامتياز، ذلك المبدع الأكثر تميزا، والإبداع لا ينفصل عن المؤسسة العسكرية، لذلك كانت هذه النسخة 16 من مهرجان الإبداع العسكري من هنا من داخل سلاح المدرعات. قناة الشروق كانت حضور وستقدم لكم هذه الفترة البرامجية التي نتمنى أن تكون بحيوية إيقاعات المارش وبنفس الانفعال الإيجابي في جلالات الجيش والعسكريون يقدمون أجمل ضروب الفن والإبداع في هذا المهرجان الذي يأتي هذا العام تحت عنوان فلتدم أنت أيها الوطن. مرحبا بكم مشاهدي قناة الشروق، مشاهدة ممتعة طيبة نتمناها لكم. تزيد حواسك.
لازم نتواصل معكم مشاهدينا الكرام، ونسعد في هذه اللحظات انكم معنا سعادة اللواء سليمان مختار ضيفا عزيزا في هذه المساحة البرامجية. مرحبا بك سعادة اللواء. مرحبا بكم في قناة الشروق، شكرا جزيلا مقدما لإتاحة هذه الفرصة، شكرا لكم. أهمية الفعاليات دي خلينا نبدأ من القاعدة العريضة للجنود، يعني في رفع الروح المعنوية. نحن طبعا في مجال رفع الروح المعنوية هي الكلمة أقوى من الرصاصة. طبعا نحن عندنا كلمة أقوى من الرصاصة، ونحن الجلالات العسكرية والمارشات العسكرية وشعر الحماسة أو شعر الدفع المقاتل السوداني، يعني تاريخ قديم ضارب في الغدم من حبوبتنا مهيرة بنت عبود، يعني شعزة الهمم والمعنى، يعني بتتقلب الكلمة لها أثر كبير، ونحن مؤمنين بالكلمة. وأنا سعيد الليلة الحقيقة أجي في اليوم السادس لفعاليات مهرجان الإبداع العسكري 16. اليوم الليلة اليوم حافل ومنافسات شديدة جدا، وأنا في تقييمين في لجنة فنية، وبتقيم لجنة كبيرة جدا جدا فيها أساتذة عمالقة كبار، فيها أخونا اللواء عمر الشاعر، وفيها دكتور المحي سليمان، وفيها شاعر الكبير الأستاذ مختار دفع الله. فأنا رأيت تقييمي لها، وكمان ممتازين الليلة كل الوحدات الشاركت، يعني والله أبهرتنا كلهم. أنا كزول كده من البداية كده ما مختص، بديهم ممتاز كله. سعادة اللواء، يمكن الجلالات دي لما بدأت الناس بيذكروا في التاريخ القديم السلطان علي دينار وهو جاي كان بيقدموه بفوق رشيل الجلالة للرسول خير البرية وعري وزكريا. بالنسبة لك أنت أكثر جلالة عالقة في الذاكرة شنو؟ والله المارشات، نحن مما يعني بدينا الخطوات الاولى في العسكريه، يعني من زمن طويل 34 سنه، يعني من القى ود الشريف رايه كمل جيبوا لي شالاي تامين دار جمر. قدموا لك هسه في المهرجان ده ولا ما سمعت؟ ما سمعت اسئله. هو المهرجان طبعا مختص بالاعمال الجديده، هاي بالاعمال الجديده وكده، لكن يعني في جلالات عظيمه وحقيقه، يعني نحن كناس يعني محترفين في الشغلانه دي، يعني في العمل العسكري وقياده الرجال وكده، الكلمه الحماسيه والموسيقى والجلاله بتشحذ الهمم، وبتقلب العمل العسكري راسا على عقبه. يعني في نجوم كتار طلعوا من سلاح الموسيقى ومن المؤسسه العسكريه، ما بنقدر نتخطى مثلا الموسيقار الدكتور محمد الامين، رجل يكين للجيش كل الاحترام والتقدير، وافتكر انه ايقاع المارش ده كان واحد من اهم الايقاعات اللي قدم به اغنيات، حتى شكلها كان عاطفي. يعني اهميه انه يكون في نجوم برضه في الموسيقات العسكريه وفي الوحدات المختلفه، والمسرح ده اللي برضه كان فيه نجوم كتار، يعني نجوم عسكريين ونجوم اصلا هم برز نجمهم لكن التحقوا ايضا بالعسكريه. هو طبعا في انا لو عندي كلام في هذا الصدد، يعني الموسيقى العسكريه هي رائده في مجال، حتى علامه وتعليم النوت، وحتى موسيقى الاذاعه السودانيه كان الروتسي بتاعها جذوره من الموسيقى العسكريه. عندنا عماله نحن كبار جدا، في كان ضباط او ضباط صف وجنود عمالقه، يعني عندنا احمد مرجان العقيد احمد مرجان، عندنا اللواء عليه الرحمه عوض احمد خليفه، الشاعر الفز الاستاذ الكبير، عندنا الاستاذ الكبير سعاده اللواء ابو قرون عبد الله ابو قرون، عندنا يعني نحن نجوم والله بنفتخر به، والابداع في كل المجالات في القوات المسلحة هو يعني أصيل وتليد،
في كل المجالات، ما مجال الموسيقى ولا مجال الشعر ولا مجال في 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 كل المجالات، سواء كان في الهندسه، في الطب، في الطيران، في قواتنا المسلحه مليئه بالنجوم ومليئه بال. وانا بفتكر انه يعني نحن نستلهم من 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 أبهاتنا ومن قادتنا القدام، من استلام هذه العبر، ونحن لينا يعني علينا انه نحافظ عليها ونطورها ونسلم الرايه للاجيال اللي بعدنا ان شاء الله باذن الله. ويستمر الابداع وتستمر حماسه القوات المسلحه وتستمر روح القوات المسلحه العاليه والمستلهمة من الشعب السوداني، من صفاته الجميلة، الكرم، الشجاعة، الإقدام، السماحة، الطيبة، المروة. يعني نحن كل هذه لنا، نحن جايبينها من 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 شعبنا اللي هو نحن من أصلابه، من الإرث القديم. فتاريخ إن شاء الله يستمر، وإنتوا زي ما شايفين هنا متابعين في الإعلام إنه والله هذا المهرجان سنوي بيكون بيفرخ يعني ناس في أعمال جليلة وبتتوسق إن شاء الله، وبتضاف للرصيد الرصيد الزاخر الضخم الموجود أصلا تركوا لنا أبهاتنا وأجدادنا. سعادة اللواء سليمان مختار، شكرا جزيلا لكل ما قدمته لنا في هذه اللي فاتت. أتمنى لك مشاهدة ممتعة في فقرات المهرجان. شكرا 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 جزيلا. حربي يغوطوا جيوش وما
وينم تمايم خدار الجنايم وينم تمايم وينم تمايم خدار الجنايم أمينم بيضة فينجا أصرنا بيك دمّا الحمير مدايم والسفارة قربوا البراوة هذه البصونة يا بت الحدية وين أنت مايم وين أنت مايم فدار الجنايم عينهم بيضة فنجة وصور نبيك دم جمير مدايم لموا السفارة ضربوا البراوة خديجة البسطونة جابت الهدية وين أنت مايم وين أنت مايم فدار الجنايم عينهم بيضة فنجة وصور نبيك دم العمير مدايم يمو السفارة ضربوا البراوة هديج البصونة جابت الحدية وين أنت مايم وين أنت مايم فدار الجنايم
عين بيضة فنجان نصرنا بكتاب العمير متاي لمو السبارة ضربوا البراوة خديجة البصونة جابت الهدية الجيش العقيدة يوم حرر الديرة جبل سيري قلت اللفت كشر فخدار النيلة ساعب كتينة جواب كفينا رقيب الجريدة قومي أدينا وين أنت مايم وين أنت مايم مدار الجنايم عينا بيضة فنجان نصرنا بيك دمها العمير مدايم لمو السبارة ضربوا البراوة خديجة البسطورة جابت الهدية جيش العقيدة يوم حرر البيرة جبل لسيري قرش اللوت قشر تحضر النيلة سعب كتينة جواب كفينا رقيب الجريدة قومي عدينا وين أنت مايم وين أنت مايم مدار الجنايم عين بيضة فنجان نصرنا بيك العمير مدايم لمو السبارة ضربوا البراوة خديجة البصونة جابت الهدية أشوك اللي سيادة أشوك اللي سيادة مجال براح دوار قايم نايم دهابة لمو السفارة ضربوا البراوة خديجة البصونة جابت الهدية وين أنت مايم وين أنت مايم مدار الجنايم عمينا بيضة فنجة نصرنا بيك دمنا عمير مدايم لمو السفارة ضربوا البراوة خديجة البصونة جابت الهدية مدار الجنايم عينا بيضة فنجان نصرنا بيك تم العمير مدايم لمو السفارة ضربوا البراوة خديجة البصونة جابت الهدية الشروق شمس السودان التي لا تغيب شمس السودان التي لا تغيب لازلنا نتواصل معكم المشاهدين الكرام في قناة الشروق الفضائية ونحن في هذه الفترة البرامجية من داخل سلاح المدرعات فلتدم أنت أيها الوطن هو شعار مهرجان الإبداع العسكري 16 متابعة طيبة نتمناها لكم يا قمر ليلي بنوارة أنشبت قلبي بسنانة
أخذ كل ما عندي يا ما سكت من ياتي أعطيت كل ما عندي يا ما سكت من ياتي هو يسقيني بقطارة يا نارا ولا من رب جنبي ولا سلم لا شاور ولا تكلم رب جنبي ولا سلم لا شاور ولا تكلم وهو جاري وانا جار يا نار
في رحاب سلاح المدرعات العريق حيث يقام مهرجان الإبداع العسكري في نسخته 16. هذا المهرجان هو ميدان للتنافس الثقافي لجميع وحدات القوات المسلحة، حيث بلغت الوحدات المشاركة 38 وحدة من مختلف وحدات القوات المسلحة تتبارى في مجالات الإبداع في الأغنية الدينية، الأغنية الوطنية، أغنية السلام، النبرة الحماس، التراث، ثم الجلالة بالخطوة المعتادة والجلالة بالخطوة السريعة. أيضا يشمل هذا التنافس مجال المسرح، حيث تقام فعاليات المسرح بمسرح البقعة مركز شباب أم درمان، وأيضا تشمل الفعاليات فعالية القصة القصيرة يكتبها أفرادنا من الضباط وضباط الصف، وأيضا هنالك الشعر ضباط وضباط الصف، وكذلك تتبارى هذه الوحدات أيضا في المعارض، حيث يقام المعرض بالإدارة العامة للمتاحف بالمتحف بالمتحف العسكري بأم درمان. ما يميز هذا المهرجان يعني عدد الوحدات المشاركة بلغت كما ذكرت 38 وحدة. أيضا ما يميز هذا المهرجان مشاركة قوات الدعم السريع والأول مرة، وهي إضافة
يعني حقيقية فيما قدموه من أعمال يضاف يعني إلى جهودهم في الحفاظ على سلامة ووحدة هذا الوطن. هذا المهرجان عادة يتزامن مع عيد الجيش، وهذه المرة يتزامن مع احتفالات القوات المسلحة بالعيد 65. هذه الوحدات كلها يعني القرض من تكوين هذه الفرق، من تكوين هذه الفرق الموسيقية، هو يعني أن تقوم هذه الفرق في وحداتها ب يعني إقامة المهرجانات المستمرة وإقامة الليالي الترفيهية المستمرة، رفعا للروح المعنوية وشحذا للهمم. بعزم ثوارك تقيد مرفوع مقامك امتداد، وبعزم ثوارك بقيد مرفوع مقامك اعتداد. هم علموا العالم دروس، ديل علموا العالم دروس كيف يكون النصر زاد، بل فدية بالروح في ثبات، ويكون للتاريخ مداد، والشعب ينعم بالسلام بوقفتهم ضد الفساد. وبعد الجهود ما أثمرت في حقل ثورة شعبنا وغطوفة دارت للحصاد، نلنا المنى محال نفرط نحن يوم من أجل إثبات عزنا، ندمي البواقيها الجراح واتحادنا يلمنا، ومن غير تميز أو فصال نفدي الوطن بدمنا، ويرجع وطننا اللي كان زمان حوش المحنة يلمنا، ويرجع وطننا اللي كان زمان حوش المحنة يلمنا. فقرات التنافس مستمرة هنا في سلاح المدرعات، ولازلنا نتواصل معكم. عدد من الفقرات قدمت وعدد من الفقرات أيضا ستقدم من خلال هذه الفترة البرامجية. نتمنى لكم الاستمتاع بها، نتابع المساحة القادمة. احنا الغبش بنجيب حي غير اللهب نكويه كيس، بناكل نوم والله ني، بناكل نوم والله ني، من الرمم اشبع حدي. زي الجمر عزة وثبات جندينا مر، ما بنهبش زي الجمر، وقت اندهر يهجم يكر، وقت اندهر يهجم يكر، يرفع سريع رايط النصر. رايت النصر we
لها نكويه كي نحن الغبش بنجيبه حي غير لها نكويه كي بناكل جم والله ني بناكل جم والله ني من الرمى سعيدين بتواجدنا على شاشة قناة الشروق الفضائية في مهرجان الإبداع العسكري السادس عشر تحت الشعار فلتدم أنت أيها الوطن تحت رعاية كريمة من السيد القائد العام لقوات الشعب المسلحة. يأتي هذا المهرجان مختلفا عن كل المهرجانات السابقة حيث شارك في هذا المهرجان عدد 37 وحدة من الوحدات الخارجية والداخلية وكانت المنافسة محتدمة جدا و ظهرت نتائج وكان الأداء بالنسبة للفرق الموسيقية ممتاز بنسبة أعلى من السنوات السابقة. تنافست هذه الوحدات على عدة مناشط منشط الأنشودة الدينية وضم عدد 37 وحدة داخلية وخارجية ومنشط نبرة السلام ومنشط نبرة الحماس وكذلك الأغنية التراثية. واليوم نحن في جلالة الخطوة المعتادة وغدا بإذن الله جلالة الخطوة السريعة. نحن سعيدين بالتواجد الكبير الموجود معنا من الأجهزة الإعلامية وكذلك الإخوة من ضباط الصف والجنود ونتمنى يعني نرفد الوسط الفني الثقافي بأعمال جديدة تليق بمستوى الأغنية السودانية الحماسية والتراثية وغيرها من الأنواع. هذا المهرجان مختلف تماما كما ذكرت سابقا عن بقية المهرجانات رغم تأخر الزمن ولكن أتى مختلفا في شكل التراث الإبداعي وفي شكل النماء والتفاعل وجودة الألحان والأداء التنفيذي العالي للفرق الموسيقية. وإن شاء الله تكون القوات المسلحة هي دائما في مقدمة الأعمال الثقافية وهي دائما التي ترفد الوسط الفني بالأعمال الموسيقية والثقافية. نتمنى أن يأتي العام القادم ونشهد مهرجان الإبداع العسكري السابع عشر والسودان ينعم بالأمن والسلام والاستقرار والقوات المسلحة دائما بخير وصحة وعافية. مرحبا بكم في فعاليات مهرجان الإبداع العسكري السادس عشر ونرحب بكم في هذه الصالة الأنيقة الممتلئة بأفراد القوات المسلحة المشاركين في هذه الفعاليات وبلغ عددهم 35 وحدة من داخل وخارج العاصمة ونحن في جلالة الخطوة المعتادة ونتم من دور القوات المسلحة في الضبط والربط أيضا هذا الضبط والربط أيضا ينعكس أيضا على الحياة المدنية فالحياة من غير انضباط لا تسوى شيئا. نرحب بكم مرة أخرى ونتمنى من مشاهديكم أن يستمتعوا بهذه الفعاليات وبهذا الزخم العسكري الجميل ونحن نتفيأ هذه الظلال الجميلة الطيبة والنفحات الطيبة بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام ونتمنى إن شاء الله لمشاهديكم مشاهدة طيبة لهذه الفعاليات. Move it.
الطريق بالملي بالعزية فوق العمد الطريق بالملي بالعزية فوق العمد الطريق بالملي بالعزية فوق العمد الطريق نسج حريرة النسج والتفتيش نسج حريرة هكذا مشاهدينا الكرام قدمنا لكم هذه الفترة البرامجية الخاصة من داخل سلاح المدرعات ومهرجان الإبداع العسكري السادس عشر الذي جاء تحت شعار فلتدم أنت أيها الوطن. عدد مقدر من الأعمال التي قدمت في هذه الصالة. أيضا لجنة التحكيم رصدت عدد من الدرجات والتقييم لكل المشاركين من العسكريين. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا بهذه المساحة حتى ألتقيكم في مساحات أخرى على قناة الشروق الفضائية. ختاما تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعدت جدا وأنا أنقل جهدهم وإلى اللقاء. Yeah!